في هذا الفيديو اكتشفت ان الالوان الرخيصة تلوينها مرة غير، كنت متوقع الشيء جدا سيء. أنا لينا، فيديو اليوم رح أجرب أو أشتري أرخص ألوان مائية، وبهذا الفيديو حبيت أوضح لكم الفرق بين الألوان الغالية والرخيصة، وإنه مو شرط عشان تكون الألوان غالية لازم تكون نتيجة أحسن من العادية. بهذا الفيديو رح تشوفوا إنه ما في أبداً أي فرق يميز الألوان الغالية عن الرخيصة، وخصوصاً الألوان المائية. طبعاً شفت هذه الفكرة من قناة رابح، وبصراحة تحمست أجرب أشوف إيش بيطلع معاي، وبحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. ويلا نبدأ الفيديو. بالبداية رح أبدأ بالألوان العادية اللي أنا دائما أستخدمها، أو اللي هي تقريبا سعرها غالي، فرح أبدأ أختار صورة برسمها نفسها تقريبا، لأنه ما كان عندي أي فكرة، لقيت هذه الرسمة وقلت برسمها نفسها. طبعا شيء مرة مرة مهم إنه لما تلونه بالمائي لازم الورق يكون سميك، لأنه لو كان ورق عادي واستخدمت ألوان غالية أو رخيصة النتيجة بتطلع جدا سيئة، فنوع الورق وخصوصا بالمائي مرة مهم عشان تبان النتيجة أوضح. طبعا قبل كده سويت نصائح الألوان المائية، بحط لكم رابط الفيديو إذا حابين تستفيدوا منه. عشان تطلع نفس أبعاد الرسمة اللي برسمها بستخدم طريقة الرسم بالمربعات، رح تختصر علي وقت. لو تلاحظوا أنه أنا سطرت الرسمة بالرصاص الرمادي أو اللي هو الرصاص العادي اللي الكل يستخدمه، لكن الرسمة أو الرصاص استخدمت لون ثاني اللي هو الأحمر، لأنه بعد ما أخلص رسم وأجي أمسح المربعات الرصاص العادي بينمسح معاي بكل سهولة، لكن اللون الأحمر صعب أنه يروح، ولو حاولت أمسحه رح يبان الأثر أو يبقى اللون. بس طبعا لو غلط هنا المصيبة، أحاول أنه أنا ما أغلط عشان لا يكون واضح وما ينمسح معاي وأتورط أنه رسمي خربت علي. وبرضه حبيت استخدم اللون الاحمر عشان لو حبرت وجيت الون بالمائي التحبير بيختفي او بصير باهت مع التلوين، وانا احب التحبير يكون باين، فرح اضطر انه اعيد التحبير للمرة الثانية عشان يكون يعني التحبير واضح. وطبعا لو جيت احبر مرة ثانية ممكن يعني الخط يطلع كذا معوق مو نفس التحبير الاول، يعني حيكون كذا باين خطين، وهذا الشيء مرة ابدا ما احبه ويخرب الرسمة، ورح اتعب نفسي انه احبر مليون مرة، فبدل ما احبر مليون مرة بحبر بس بنهاية الرسمة. طبعا بهذه الرسمة ما رح استخدم قلم تحبير اسود زي اللي كل مرة استخدمه، قررت احبر باقلام حبر عادية اللي نكتب فيها، فخفتها انه هذه الاقلام تسيح مع تحبير فخليته اخر شيء، ولو حبرت اخر شيء لازم يكون الرصاص خفيف عشان لا يطلع لون لما الون، فاللون الاحمر بما انه ثابت فما رح يطلع لون. طبعا انا جربته مع الخشبي كان ثابت وما اندمج مع الالوان، فيب هذه هي اسباب استخدام الرصاص الاحمر. احس انه تفلسفت زيادة، بس ممكن في بعضكم ما يعرف ايش استخدامه او ايش فايدة رصاص لونه احمر. واحدة من الاشياء اللي ابدا ابدا ما حبيته انه نوع الرصاص جدا جدا خفيف بسرعة ينكسر، يعني لازم ترسم باخف ما عندك والا اللون بينكسر. طبعا هنا خلصنا رسم، رح امسح الرصاص الرمادي. طبعا زي ما قلت انه اللون الاحمر ثابت فما انمسح معي، ويلا نبدأ فقرة التلوين. طبعا جدا جدا من زمان ما لونت بالمائي، حتى انتو كنتوا تقولوا سوي فيديو وانت تلوني بالمائي، وخصوصا باخر كم فيديو. اخر مرة استخدمتها تقريبا قبل 3 شهور اللي هو فيديو ارسم اول لقطة انمي تطلع لي، ومن بعدها سحبت على المائي ومرة متحمسة الون فيها واشتكت لها من زمان عنها. رح اغسل البلد لانه كله الوان وما ينفع الون عليه وفي الوان. Let's go.
راح استخدم نوع هذه الالوان اسمها كوي، جبتها تقريبا قبل 4 سنوات، لها معاي من زمان، وجبتها بسعر غالي تقريبا ب200 ريال، او لا كانت تقريبا كذا ب180 او 190. طبعا انا واختي تقاسمنا سعرها لانه كانت غالية، مرة غالية. اشتريتها وانا اصلا ما عمري لونت بالمائي، يعني ما بدأت بشي رخيص ومناسب، لا على طول رحت للغالي، وانا اصلا ما كان عندي اي فكرة للمائي، فطبعا كنت متوقعة انه الرسمة بتطلع شي واو بما انه الوان غالية، بس للأسف المحزن النتيجة كانت سيئة جدا. وهنا اكتشفت انه مو شرط الوان مرة غالية ومحترفة عشان تبدع، بالاخير كلها نفس النتيجة لو عرفت تستخدمها. واول ما جربتها حسيت انه ندمت اني جبتها، بس طبعا خلاص اشتريتها وجربتها. هنا غصب عني احلل فلوسها وقلت لازم اعرف الون فيها. طبعا البداية كنت اجيب العيد، كان شيء جدا صعب، كان التلوين اصعب شيء، وكنت دائما اخاف انه الرسمة تخرب بسببها، يعني كنت ارسم واحبر وكل شيء تمام، لما نوصل للتلوين اخاف تخرب معي، بس كنت الون كل يوم، كنت اجيب العيد، مع الوقت صار من اسهل وامتع الاشياء. ولو رحتوا اول فيديو بالقناة تقريبا هذه كانت من اوائل الرسمات اللي بدأ التلوين يضبط معي. بدأت بالقناة بالمائي وهذا السبب اللي خلاني اطور، انه يعني كنت ارسم كل يوم واصور. بالنسبة للتحبير قررت استخدم اقلام حبر ملونة، وكل جزء بستخدم لون مناسب، يعني زي البشرة بستخدم قلم لونه احمر، وعند الشعر بستخدم بنفسجي، رح يكون احسن من القلم الاسود، وكشكل رح يكون احسن، ورح اصير اعتمد هذا الشيء في اغلب رسماتي، وبخلي التحبير اخر شيء. هنا خلصت من الرسمة الاولى وحطيت كل التفاصيل وعدلتها، طبعا ما صورت كثير او ما ركزت بهذه الرسمة لانه بركز اكثر على الالوان الرخيصة، وهذه نتيجة الالوان الغالية. نبدأ بالألوان الرخيصة. رحت المكتبة اللي جنب بيتنا وجبت أرخص ألوان مائية، تقريبا أخذت أرخص شيء كان تقريبا ب9 ريال، يعني 3 دولار كذا شيء. الفرق بين هذه الرخيصة وبين اللي جبتها الغالية تقريبا 190 ريال، شوف الفرق قد إيش. ودائما أشوف أغلب الرسامين لما يبدأوا يلونوا يجيبوها تقريبا زي كذا، فقلت انا بجربها واقيم تلوينها، وحبيت مرة الدرجات، احسها كذا فاقعة. طبعا هذه الالوان شفتها عند بنت خالتي اللي عمرها 5 سنوات وما تعرف تلون، حتى اتذكر كانت عندي هذه الالوان زمان لما كنت طفلة، ما اعرف اذا صح كانت عندي ولا كنت اتخيل. وبالنسبة لي يعني اذا شفت الوان كذا بهذا السعر ما افكر انه انا اشتريها، لانه احسها كذا يعني نقدر نقول الوان ابو كلب، يعني ما جربت احس كذا من السعر، بس قلت لا ما راح احكم على السعر، لازم اجربها واشوف اذا هذه الوان يعني نفس سعرها رخيصه وكذا اي كلام، ولا نستحق انه نجيبها. يجي معاها فرشة بس ما راح استخدمها لانه مرة سيئة، ما انصح اي مبتدئ انه يستخدمها لانه راح تخرب تلوينكم، ومو مناسبة للتلوين بالمائي، يعني لازم تكون من الاطراف نحيفة، لكن هذه حالتها حالة فرح ارميها او ما رح استخدمها. طبعا جيت بلون فيها بس تذكرت انه ما عندي رسمة الونها. طبعا انا حابة اوضح لكم النتيجة بشكل اوضح، اللي رح اسويه انه بنسخ رسمتي الاولى. طبعا هنا كنت مصدعة وما كان لي نفس انه ارجع ارسم الرسمة الاولى من جديد، ممكن تكون مختلفة، فجبت هذه الاوراق اللي من المطبخ، ما ادري يسموها ورقة زبدة كذا، اولا نحطه بالفرن ولانه تقريبا شفاف قلت بستخدمه. طبعا بعد كذا بقصها على حسب حجم الورقة وراح اثبتها، بستخدم لصق بس ما كان ثابت، اللصق ما كان يثبت مع الورق هذا، فقلت راح اثبتها بمشابك الورق وتأكدت انها ثابتة وما تتحرك معي، وبدأت انه اعيد الرسمة او احبر فوقها. بعد ما خلصتها من الجهة الثانية راح احبرها لكن بالرصاص الاحمر، لانه لو حطيتها من جهة الرصاص العادي تطلع رسمة مقلوبة، فانا اختصرت من التحبير يعني اجزاء عشان ما يطول عليكم الفيديو. وبعد ما خلصت اخر خطوة بحط الورق الشفاف على الورقة اللي يعني بلون عليها، طبعا ثبتها عشان لا تتحرك، وبرجع اعيد على الرسمة مرة ثانية بحبر فوقها، وحطيت جهة اللون الاحمر من تحت عشان يطبع معاي. تقريبا هذا الشيء ما اخذ مني 10 دقائق، اختصر لي وقت مرة كثير لانه كنت مصدعة ومكسلة انه ارسم. نيجي للتلوين. طبعا في فكرة او اغلب دائما الرسامين اللي لساتهم ببداياتهم
ياخذوا من اللون وعلى طول يلونوا. طبعا هذا اكبر غلط، وعشان كذا ممكن تشوفوا ان الالوان الرخيصة سيئة. غير كذا نوع الورق يكون خفيف، انا اشوف نوع الورق اهم من الالوان. طبعا مو شرط ورق غالي، اهم شيء انه يكون ورق سميك ويتحمل. بدأت ادمج الدرجات واخفف اللون عشان اطلع لدرجة البشرة. استخدمت لون برتقالي واحمر وابيض. طبعا كنت احس او متوقع رح يكون الالوان سيئة وباهتة لانه ما عمري جربتها، وما حبيت اتوقع شيء واو عشان لا انصدم. كنت متوقع اسوأ شيء، بس الشيء اللي صدمني انها بالضبط نفس الالوان الغالية، نفس الجودة، نفس كل شيء تماما. يعني كان انا قاعدة استخدم الوان الغالية، حتى ما اعرف كيف اصارحكم انه حبيتها اكثر من الالوان كوي اللي عندي. درجات فيها مرة حلوة، وهنا اكتشفت انه سعر الالوان ابدا ما له علاقة انه رسمكم يكون احسن. يعني لو عندكم نفس هذه الالوان تقريبا كملوا فيها ولا تجيبوا غيرها، هذه الالوان مرة حلوة درجاتها مرة حلوة لانها نفس جودة الغالية، ولو عرفتوا تستخدموها بتكون النتيجة نفس الالوان الغالية. في شيء لاحظته بهذه الالوان انها تنشف بسرعة، هذا الشيء حسيته حلو بالنسبة لي لانه الوان كوي تطول وتاخذ وقت طويل عشان تنشف. لكن دي انصدمت انه انا خلصت بسرعة، حتى كنت حابة ادمج الخدود بس ما لحقت لانه نشفت بسرعة. وحبيت بهذا الرسمة انه ما الونها بنفس درجات الرسمة الاولى، حبيت اغير بدرجات مختلفة مع انه كنت وقتها صايمة ومصدعة وما عندي اي طاقة. وانا دائما اذا عدت رسمة مستحيل تكون نفس الاولى، دائما تطلع اسوأ ومو نفسها. وبما انه الالوان ارخص شيء كنت متوقع الاسوأ. طبعا وقتها ما كان في طاقة ايجابية، يعني كله سلبي، بس لما شفت النتيجة وشفت انها قاعدة تصير احسن اتحمست ونسيت انه انا مصدعة واندمجت بالرسمة. حتى درجات الالوان مرة عجبتني وحسيتها منعشة. عندي برضو الوان جبتها تقريبا نوعها وينسر اند نيوتن، جبتها بالسعر غالي على اساس انه ايش الوان كوي باهتة وذي الالوان درجاتها احسن، بس انخدعت وكل الالوان زي بعض. فعشان لا يصير لكم نفس ما صار معاي، الالوان المائية اللي مرة غالية ان شاء الله بمليون، او الالوان الرخيصة ان شاء الله لو ارخص شيء كلها بتكون نفس النتيجة، ما في فرق بينهم. الفرق اذا انتوا عرفتوا تستخدموها كويس او لا، بس هذا هو الفرق. في شيء مهم عن الالوان المائية، لا تجيبوا علبة فيها مليون لون ودرجات كثير لانه اصلا ما رح تستخدموها ورح تدمجوا، وغير كذا السعر رح يكون اغلى. فالاحسن جيبوا يعني تكون فيها 10 أو 12 درجة، كذا رح يكون فيها اغلب الدرجات ورح تدمجوا اللي تحتاجوا. طبعا كل ما كثرت الدرجات في بعضها اصلا ما رح تستخدموها. كذا خلصنا تلوين، رح ابدأ انه احبرها. بهذا الرسمة بستخدم ارخص الاشياء عشان اثبت انه مو كل شيء غالي احسن. بستخدم قلم عادي اللي نكتب فيه او اللي هو قلم الحبر، رح استخدم اكثر من درجة وحبرها نفس الرسمة الاولى. اخر شيء رح ابدأ اعدل عليها، رح استخدم ارخص الوان خشبية عندي وبعدل التفاصيل وبحط الخدود بما انه ما لحقت ادمجها مع البشرة، وبحط اللمعات وبس. هذه هي النتيجة بعد ما خلصت رسمتين، كلهم حبيتهم واحترت مين اختار، بس هذه الزرقة حسيت درجاتها منعشة اكثر. وكذا اكتشفت انه الالوان الرخيصة نفس الغالية بالضبط. وبس اتمنى اعجبكم هذا الفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة، واشوفكم بالفيديو الجاي.